والآن أدعو الأستاذة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لعرض البيان الختامي على حضراتكم، والذي يؤكد نجاح التجربة المصرية من خلال المنصة الوطنية لبرنامج نوفي في الوفاء بالتزاماتها، ويعكس دور شركاء التنمية في تحقيق النمو الشامل والمستدام وحرصهم على استكمال ما بدأناه سويا. شكرا جزيلا دكتور مصطفى، دولة رئيس مجلس وزراء. يمكن مش هطول، احنا كنا في العاصمة الإدارية الجديدة في سبتمبر 22 مع شركائنا اللي موجودين معنا، وبشكرهم كلهم على التواجد الفعلي في هذا الوقت. ده تجديد لدورهم مع مصر، وأيضا إشادة من المؤسسات المختلفة على الجهود المكثفة التي قامت بها الدولة المصرية والحكومة المصرية تحت قيادة سيادتك في تنفيذ التعهدات اللي التزمنا بيها في COP27. موجود قدام حضراتكم البيان الختامي، وموجود في البيان أكثر من شريك تنمية، كلهم موجودين معنا قاموا بمشاركة هذا البيان بالتنسيق معنا، وفي إشادات مهمة جداً عن ما قامت به الدولة المصرية في الـ 12 شهر الماضيين من تغييرات في بعض التشريعات، أيضاً حشد تمويلات، رؤية واضحة من خلال المشروعات المختلفة، وفي تأكيد من الشركاء على دعم الجهود الوطنية في الفترة المقبلة. أيضاً أمام حضراتكم التقريرين، تقرير المتابعة باللغتين العربية والإنجليزية، ويبقى موجود على الرابط الخاص بالوزارة، وأيضاً دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، وبالتالي يكون عام من العمل المشترك، عام من التعاون الدولي اللي قدرنا من خلاله ننفذ التعهدات ونوفي بما قدمناه في مؤتمر المناخ. ما زالت هذه المشروعات حيز التنفيذ حتى عام 2030 و2035، ومع كل الشركاء الموجودين ومع زملائي من الحكومة المصرية ننفذ هذه المشروعات. بنشكر حضرتك على تشريفنا بالحضور، وعلى كل شركائنا الموجودين، وشكر خاص لكل من ساهم في إنجاح هذه المنصة الوطنية Egypt's Country Platform for the Nexus of Water, Food and Energy. Thank you everybody for being with us today. A very strong commitment from all our development partners and من جانب كل شركاء. هذا هو البيان الأخير الذي يعكس الاعتراف الدولي بما تمكنت مصر من تحقيقه على مدى 12 شهرا السابقة. في الواقع هذه المنصة الوطنية من خلالها تمكنا من تحقيق الكثير، لكن هذا يعبر عن التزام الحكومة المصرية ووضوحها بالنسبة للمشروعات والمصداقية التي تتمتع بها الحكومة مع شركاء التنمية. شكرا جزيلا.